السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، ودرس تعليمي جديد على سهم الجزيرة. وطبعا ده من سلسلة فيديوهات اتعلم التحليل وحلل بنفسك. احنا بنعمل الفيديوهات دي عشان اعرفكم انا بحلل ازاي، او بطلع الفرص اللي هي بتبقى في السوق ازاي، وازاي نتعلم نتداول بنفسنا ونتاجر بنفسنا وما نلجأش لاي حد، لان احنا ساعتها هنكون معتمدين على قرارنا الشخصي بنسبة 100%، ومش هنكون معتمدين على اي حاجة. فاتمنى ان الدروس دي تكون بتفيدكم، وعايز ارائكم فيها في الكومنتات ان شاء الله، سواء يعني سواء آراء سلبية أو آراء إيجابية، بنتقبل كل الآراء، ولكن تكون الآراء باحترام. تمام؟ ولو عايزيني كمان في أي حاجة نطورها في السلسلة دي قولولي عليها، ونحاول نطورها إن شاء الله. هنبتدي النهاردة. عندنا سهم الجزيرة في السوق السعودي، ورقم السهم 10-20. السهم ده عندنا طبعا، إحنا يعني السهم قدامنا هو من غير اي رسومات خالص، احنا بنجيب السهم بالشرط فاضي قدامنا. يعني مثلا عندنا كان في اهو مثلا رسومات هنا، انا لا، انا بمسح الرسومات بتاعتي كلها من على السهم، وبنضف الشارت بتاعي خالص اهو، بنضف الشارت بتاعي وبشوف بعيني كده. احنا قبل كده قلنا شرحنا ايه هو الدعم وايه هو المقاومه وايه هو الترند وايه هو والسوق الاتجاهات بتاعته والكلام ده. احنا قلنا ان الدعم كل ما يرد السعر الاعلى، او كل ما يدفع السعر الاعلى. المقاومه كل ما يدفع السعر الاسفل. تمام؟ طيب احنا بنبتدي ندور فين المكان اللي بدأ يدفع بيه السعر الاسفل، المكان اللي دفع السعر الاسفل، وفين المكان اللي دفع السعر لاعلى. يعني مثلا احنا عندنا هنا اهو، نصغر الشارت كده ونبتدي مثلا من اول هنا. هنا اهو بدأ السعر يرتد لاعلى، فمعناه كده ان في هنا كان في دعم. مظبوط مظبوط، ببتدي احط خط عند النقطة دي. تمام؟ بدأ السعر يصعد يصعد، بدأ نشوف هبوط. تمام؟ او هنا قبل ما نطلع بدأنا نشوف هبوط في النقطة دي. تمام، بدأنا نشوف هبوط في النقطة دي، معنى كده إن في هنا مقاومة، بدأ يدفع السعر الأسفل أهو. تمام، هتقولي مظبوط. بعد كده بدأنا نشوف صعود تاني من هنا أو من هنا أهو. مظبوط، هتقولي مظبوط أهو، من النقطة دي بدأ يصعد تاني السهم. بعد ما صعد 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 استكمل الصعود وبدأ يهبط من هنا، معنى إن هو يهبط من هنا في إيه؟ في مقاومة، حائط صد ليه. تمام، هتقولي مظبوط. طيب خلينا نشوف هنا، احنا قلنا بعد ما المقاومة يتم اختراقها بتتحول لإيه؟ بيحصل تبادل للأدوار والمقاومة بتصبح دعم. هنا تم الاختراق أهو، وبعدين عمل إعادة اختبار بنجاح، وبعدين بدأ يصعد بقوة. طيب لما نزل تاني نفس النقطة بالظبط بدأ يحصل إيه؟ بدأ يحصل صعود أهو، وكون لي مقاومة تانية هنا، كون لي مقاومة تانية هنا عند النقطة دي عند ال 14 ريال. تمام، نزل السهم فعلا من المقاومة دي، وأول لما قرب من نقطة الدعم السابقة اللي عند ال 12 74 بدأنا نشوف صعود بقوة. طيب صعد بقوة أهو، وفعلا برضو أول لما وصل عند نقطة المقاومة تاني اللي هي عند ال 14 ريال بدأ يرتد منها شوية، وبعدين اخترقها، وبعدين اخترق النقطة اللي بعدها اللي عند ال 14 68، وحصل إيه؟ حصل تبادل للأدوار مرة تانية أهو. هنا اخترق، نزل عمل إعادة اختبار، وبعدين صعد بقوة. يعني هنا شبه عمل إعادة اختبار، قرب من النقطة دي وبعدين صعد بقوة. طيب هنا لما صعد هنا برضو كان كون عندي مقاومة عند ال 15 88، اخترقها تحولت لدعم، وبعدين صعد بقوة، وأول نقطة بعدين صعد منها فين؟ كانت عند النقطة دي. تمام، عند 19 ريال 78 هلل. من ال 19 78 بدأ ينزل، بدأنا نشوف هبوط قوي أهو. تمام، بعدين بدأ يصعد تاني، كون عندي دعم عند ال 17 84، بعد ال 17 84 طلع عمل عندي مقاومة عند ال 19 20، وبعدين بدأ ينزل تاني عند ال 17 84 وطلع، ويطلع تاني عند 19 20، وهو دلوقتي واقف عند المنطقة دي. طيب فكر معايا كده، وعايزك تسترجع معايا الذاكرة بتاعتنا، ونقول السهم كان أو السوق بتاعنا بيمشي في إيه بالظبط، الاتجاهات بتاعتنا إيه. أيوه صح كده، أنا سامع اللي بيقول وبيجاوب صح. عندنا السوق بيمشي معانا رالي، صعود وبعدين تذبذب. تمام، لحظة واحدة معلش، عندنا هنا اهو رالي
صعود وبعدين تذبذب بيز وبعدين رالي تاني. ده الاتجاه الاول. الاتجاه التاني عندنا رالي صعود بيز تذبذب، تمام، وبعدين هبوط دروب. الاتجاه التالت عندنا بيكون في هبوط دروب بيز تذبذب وبعدين دروب، تمام. الاتجاه الرابع والاخير عندنا دروب هبوط وبعدين تذبذب اللي هو البيز وبعدين رالي صعود. طيب احنا دلوقتي ده كان عندي ايه؟ مش ده كان عندي رالي؟ هتقول لي مظبوط. طيب وده كان عندي ايه؟ او ده دلوقتي عندي ايه؟ ده البيز اللي هو يعني يا الشكل الاول، يا هيتكون عندي الشكل الاول ده، تمام، يا الشكل التاني ده. احنا عندنا دلوقتي حاجة من الاتنين، يا هيتكون معايا رالي جديد يا هيتكون معايا دروب. طيب ده هيتوقف على ايه؟ نمسح بقى الكلام بتاعنا ده كله اللي احنا رسمناه هنا، تمام. ده هيتوقف معانا يا اما بكسر ال 17 84 اللي هو الحد. احنا كده عندنا نجيب كده البيز بتاعنا بدايته منين، او التذبذب بتاعنا بدايته من هنا اهو، تمام. احنا عندنا الرالي اهو، البيز بتاعنا اهو، ممكن نعمل كده كمان. فاحنا عندنا عشان نقول اذا كان هيعمل رالي جديد او دروب، عندنا حاجة من الاتنين، يا اما يخترق ال 19 48 اللي هو الحد العلوي بتاع البيز بتاعنا، بداية البيز بتاعنا عند 19 78، يا اما يكسر اللو بتاع النموذج. هو بيمشي البيز بتاعنا بيعمل لي نموذج مستطيل، واحنا شرحنا قبل كده نموذج المستطيل. لو حضراتكم تفتكروا تقدروا ترجعوا للقناة بتاعتنا على اليوتيوب وهتلاقوا الدروس التعليمية بتاعتنا كلها، تمام. اختراق ال 19 78 ده معناته اختراق الحد العلوي النموذج المستطيل، ومعناته ان احنا هنكمل الرالي بتاعنا او هيحصل رالي. ولو كسر ال 17 84 معناته ان هو كسر نموذج المستطيل وهيحصل دروب، تمام. طيب تعالوا ناخد نموذج كده حصل قبل كده اهو، كان عندنا هنا، نكبر التشارت بتاعنا، ادي التشارت بتاعنا اهو. كان عندنا هنا فين نموذج اهو، كان عندنا هنا صعود، تمام. مش ده كان رالي اهو؟ ده كان رالي قوي عندنا، تمام. من هنا لهنا بدأ يحصل ايه؟ بدأ يحصل كون لي نموذج مستطيل. فين نموذج المستطيل بتاعي؟ نموذج المستطيل بدايته هنا اهو ونهايته هنا اهي، تمام. هتقول لي مظبوط. صغر الشارت تاني يا باشا. بعد ما اخترق الحد العلوي عمل لي ايه اهو؟ ناخد نفس اللي ناخد ده كده كوبي اهو، نفس المسافة بتاعتنا هنا اهي. لحظة واحدة بس، تمام. ادي ناخد الترند بتاعنا، نفس المسافة طلعها هنا اهو، يعني هنا عمل رالي بيز وبعدين رالي جديد لما اخترق الحد العلوي للنموذج المستطيل، تمام. نفس الكلام هيبقى دروب لو كسر ال 12 74، تمام. فانا بالنسبه لي سهم الجزيره، بنك الجزيره، ان شاء الله اتوقع ان هو يعني لو اخترق 19 78 هيواصل الصعود معانا بنفس المقدار اللي صعد هنا ده بيه، هيعمل لي رالي جديد. ولو كسر لا قدر الله ال 17 84 يبقى هينزل تاني لل 15 88 اول نقطه دعم، ولو كسر 15 88 يبقى عندنا ال 14 ريال لل 14 68. وده كان الدرس التعليمي بتاعنا النهارده، اتمنى اكون افدتكم. شكرا لكم والسلام عليكم.